معقول تعيد السنة يعني؟ مستحيل، كنت طول الوقت عم ضلني عم بسأل على الدرس. مرحبا، كيفكن؟ واخيرا مثل ما طلبتوا مننا مقلب بزهراء، اليوم رح يتم المقلب. مقلب رح يكون على الشكل التالي: رح اتصل بزهراء وقل عندك مقابلة فنية معي انا، نحكي فيها عن حياتك الفنية اللي بلشت فيها من عمر 4 سنين لحد هلا. ما رح نقول عائلة فنية التصوير لانه رح تحس في شي غلط، لانه اخواتها قلنا هيدا الموضوع فيه دايما، صح؟ فغيرنا قصة انه مقابلة فنية. فالمهم لما تكون عم تعمل المقابلة الفنية معنا، ورح حسسها رح طول شوي بالمقابلة وبالأسئلة لحتى تحس انه هي عن جد عم تعمل مقابلة فنية، رح فجأة بالاتفاق مع امها رح تتصل في امها وتقلي انه زهراء رسبت باكتر من 3 مواد بالامتحانات. وشو اكتر شي بيخليها تزعل لزهراء؟ هو امتحاناتها بالمدرسة. زهراء من النوع اللي بتتأثر كتير خصوصا بعلامات المدرسة، يعني قصة الدرس عندها خط احمر لانه بتحب درسها كتير وشاطرة بالمدرسة، فهيدا الموضوع حساس بالنسبة لها. الى جانب هيك، بس تقلي اما هيك رح قلها انا انه هيدا السبب يلي رسبتي فيه بالمواد هو بسبب التليفون اللي معك، فنحن رح نرجع ناخذ منك التليفون، ما رح نخليه معك، كمان رح نضيقها اكتر ونشوف ردة فعلها. لتعرفوا ردة فعلها خليكم معنا. بس قبل ما نبلش بالمقلب، ما تنسوا اللايك شير سبسكرايب، وصلوا هيدا المقلب لأكتر من 10,000 لايك، أكتر أكتر، لنعمل مقالب كتيري بالولاد، نرجع مقالب جديدة مثل ما انتوا بتطلبوا عطول. ووصلونا بأسرع وقت لل 500,000 سبسكرايب، لنقلكن شو هي المفاجأة اللي محضرينا لشهر رمضان الكريم. مفاجأة كتير حلوة، وصلونا قبل شهر رمضان لل 500,000 مشترك. وقبل بهاليومين رح ينزل كليب عيد الأم، كليبين، واحد إلي وإلي مع حلا وأمير أمير. وهو مع مليكة ومحمد وحلا. فبتخلصوا هيدا الفيديو للأخير وبترجعوا بعدين تدعمونا بالكليبات، وخليكن معنا. بس قبل ما نبلش ما تنسوا اللايك وسبسكرايب. طيب خالو، مثل ما قلت لك، أسئلة عن حياتك الفنية وقت كان عمرك 4 سنين لهلأ، ماشي؟ okay. فأنا بسألك سؤال جاوب عليه بكل صدق، يعني شو صاير معنا أنا وياك لما بلشنا بتحكي كل الأمور، ماشي؟ جاهزة؟ جاهزة. مرحبا مشاهدينا الكرام، حلقتنا اليوم عن حياة الفنية لزهراء برو. إن شاء الله بتستمتعوا معنا وبتكون حلقة حلوة ومهضومة ومفيدة. ومنبلش بأول سؤال مع زهراء. زهراء، بأي عمر بلشتي بالفن؟ أنا كان عمري تقريبا حوالي 4 سنين، وكان خاله متقدم له يعني عمل فيديو كليب، ووقتها كان موجود بنت هونيكة وما عرفت تغني يعني تمثل الفيديو كليب، صح؟ فأنا كنت رايحة مع خالو لأنه كنت حب شوفه هو عم يمثل وهيك، فرحت معه وبوقتها صارت البنت تبكي هونيك وما كانت تعرف تمثل، ف جربوك وحبت كتير المخرجة هونيك التصوير اللي أنا كنت عم مثل فيه، ومن وقتها بلشت. طيب مين دعمك غير خالو؟ يعني غيري انا من دعمك؟ اكيد اهلي، يعني كانوا واقفين حدي ويعني كل اللي حوالي. طيب شو اول عمل بعد هيدا العمل كان لإلك، يعني ما كان للقناة، شو اول عمل انت فيه كان لإلك للقناة خاصة؟ طيب زهراء، شو العمل يلي كتير أثر فيك وهلأ جاي مناسبة عيد الأم؟ شو العمل يلي أثر فيك وانت اشتغلت عليه؟ ضلك مبتسمي كان كتير حلو، و
صراحة لأنه غيرنا كتير لوكيشنز هنيك و يعني أنا انبسطت بالعمل خصوصا. بس في عمل مؤثر حزين شو هو؟ حزين غاب القمر. غاب القمر بس بدي أعطيك حوراء مبدأ حوراء؟ أعطيني بس بدي أعزبك ألو؟ ألو؟ إيه حوراء؟ إيه محمد؟ ليك وين زهراء؟ عم تحكيها على سناب من أي ساعة وين؟ إيه حوراء عم نصور نحن هلا. محمد مش وقت تصوير هلا، دق لي الأستاذ اليوم الأستاذ جعفر وقال لي بنتك امتحاناتها بالمرة زفت، ليه؟ ما في ولا امتحان عاملي فيه منيح أبداً. كيف؟ لحظة ما فهمت. مش عاملي منيح بالامتحانات؟ كله ساقطة فيه، قال لي ليش وصاير معها زهراء مايلة بالعادة هيك؟ ايه شو عم تحكي؟ مستحيل قال لي مبلا قال لي بتجي على المدرسة بكرة. الو ايه دودو ماما مي انت هيدا زهرة انت ما قلتي لي ما انا عملت منيح بالامتحان؟ بلا عملتي كتير منيح. ايه ده قال لي اليوم استاذ جعفر قال لي بالمرة مخبصة بنتك بالامتحانات وطلبوني على الادارة. شو مخبصة؟ من وين جبتي هالحكي؟ زهرة لحظة زهرة استاذ جعفر حكاني اليوم يا ماما. يعني كم مادة درس بفيهم؟ محمد أكتر يعني ثلاث أرباع الأوقات سقطت فيهم، إذا بتطلعت ما فيها تقدم بريفات. ما عم بفهم عليك عم بقطش الخط، كم مادة درس بفيهم؟ ثلاث أرباع محمد، ثلاث أرباع بس على المتين اللي جايبين فيهم على الحرف الباقي كله سقطت فيه. ليه ما عم تدرس؟ بلا ما قالت لي عملت منيح امبارح، كيف هيك؟ حتى أستاذ جعفر استغرب. طيب يلا قال لي ما إلها بالعادة زهراء هيك. يلا خلينا هلا نحكي معها. يلا باي. كيف هيك؟ ما بعرف كنت كل هالايام قاعدة عم بدرس وكنت عم ضل لأي ساعة صهراني على الدرس. معقول تعيد السنة يعني؟ مستحيل كنت طول الوقت عم ضل عم بسأل على الدرس. خلص لازم ناخد منك التليفون، التليفون عامل هيك. شو قصة التليفون؟ استغفر الله. أنا وقت بدرس بشيل التليفون عشان أبو بطفيه. لا خلص. تليفون ما عاد فيه، ماشي؟ هو عامل هيك الظاهر. أنا لما كنت عم بعمل امتحانات أونلاين كان الأستاذ عمال لي عم جيب منيح، كيف يعني؟ اسمعوا لي رسمة بثلاث مواد؟ ما بعرف زهراء رسمة بثلاث مواد بتدخله. فركش تصوير خلاص وقف تصوير وقف. شو هلا؟ شو هلا؟ رسمة بثلاث مواد يا أشرف. عود هلا عود. هذا التليفون لها مع الخبر. شو قصة التليفون؟ بلا التليفون عم يلهيك يا خالو. عم بتضلك على التليفون. وين عم ضلني على التليفون؟ أنا بخصص وقتي وبعرف أمتى بستخدمه وأمتى لا. بكي في شي غلط بالسيستم قاعدين على. لا ما في شي غلط خالو، ما في شي غلط. الاستاذ عم بيقول لها انه بنتك راسمه باكثر من ثلاث مواد. سايره مهم لي انت يا زهراء. والله ما سايره مهم لي. ما تحكي. تليفون رح ناخذه منك وخلص. مصيبة هاي مصيبة، بدك تعيد السنة يعني. بدك تعيد السنة. بس أنا لما كنت عم خلص امتحان كنت عم تقلق
لا 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 مش مقبول هالشيء، مش مقبول. خلص اهليك لازم ياخذوا منك التليفون، التليفون عم يخليكي تلتهي بال عن الدرس، وهيدا الشيء مش مقبول، هيدا الشيء منه مقبول، هيدا درسك مستقبلك، نحن ما بنقبل هيك. عبينا شاطرة انت، انا وقت الدرس بضبط التليفون وبضلني اقدم عم بستعمله. رايح بس لحظة شوي علي، خليكم طروني. اتصل ب بامك ارجع تاكد منها شو صار. الو يا حورا، كم مادة زهراء رسمة؟ 4 مواد. أربع مواد يا زهراء. خلص أمي انزلي، انزلي على البيت أوكي؟ خلي هلا بحكي أنا أمك إنه تاخد منك التليفون. نزل على البيت. زهراء زهراء زهراء، خلو تعي تعي تعي، فوت 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 فوت، نعمل فيك مقلب، فوت فوت مقلب، نعمل فيك مقلب مقلب هيك هيك مقلب. طلع على الكبك، طلع على الكبك، طلع على الكبك. انا طول ما انا واقف حدا عم بضحك بدي اضحك ما فيي. يا انا انصدمت، مستحيل. انا هون لما ما يعني هيك. طيب هلا لحظه لحظه لحظه، هلا قليلي قليلي، تعال قلبي قلبي، قليلي شعورك. شعوري لك شعورك لما انصدمت انك راسبه. انا انصدمت لانه انا كنا عم ناخذ نحن العلامات على الزوم، يعني الاستاذ كان اوقات عم يقول لنا علامات اوقات لا، فانا قلت انه اول شيء شكيت، بس رجعت تذكرت انه في كان مواد ما عم يعطينا فيهم علامه، ما كان عم يقدر يعطينا فيهم، فانصدمت. طيب. انا لقيت زهراء، لان قلت لكم من اول المقلب انه زهراء حساس كثير 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 كثير، فلقيت انه زهراء عم عبقت واختنقت، فقلت خلص بكفي لهون، ما بدي زيد عليها لانها كثير حساسه. فمثل ما شفتوها هلا فرحتي رجعتي؟ ايه احسن. ايه الحمد لله. هيدا الزهراء يعمل معك مقابله انت. ما انا انصدمت، قال لي يلا بسرعه طلعي وهيك، قلت له طب بغير ثياب شد قلبي، قال لي خلص طلعي مثل ما انت وهيك. مشاهدينا هيدا المقلب كان لزهراء، اذا حبيتوه وصلوا لفوق ال 10,000 لايك واكتبوا لنا بالكومنت، ونحن بنحبكم كثير، طرونا باعمال جديده، وما تنسوا السبسكرايب واللايك والشير، شوفونا ب فلوج او مقلب او فيديو او عادة فنية قريبا جدا. على فكرة صار عنده حساب، صار كل هلا دنت منك انتبه حالك.